بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه من والاه. حيثام أبو أمات حو وحوات وولاد بلها ليكم قادر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم دي بحلقات لتعامل عنا قلنا واسلتو إن شاء الله الأصول الثلاثة دي بنشرح لنا من ربك وما نبيك وما دينك، وإن شاء الله مواصلة دي بحلقات كده. يوم فقرة اللي تقلنا هجية وعمل، يعني وداي دليل ناي فائدة ناي إنجاز تو دليل أوروتوم كاين تكال آلة لتقدم صنعة هجية وبهل، يعني القول والعمل. وإنسان يعني دي بقول لنا قلت هاجي دليل هلا بعقل بعد تحديبه، ولبل القول قبل العلم قبل القول والعمل. يعني من اللي بلت اللي بإذن الله عز وجل هنا اندين تهاجي واندين أنا بدي بقى بأكاهن وراء دي بقى بأكاهن شغل دي بقى بأكاهن صنعة اندين أنا بدي بقى أولا نأمر ربي بجهلي اللي تعبدني دي بعبادتنا أنا من قبل أول ربنا أمره وأنا آمن أبو وحقها كمان حقها ما آمرنا الله سبحانه وتعالى خلقينا ورزقينا ورزقنا والأميتنا وحرمها يعني كمان كالي يوم القيامة لحايينا إلا حق آمنا با وأم باليهود يقول له كون لا ميت لا الأميت ولا الهيب ولا ناسي ولا رزق ولاد لا الهيب رزق لا الهيب أجال لك تبقى أجال لناسي والدين لا الهيب وولاد لا الهيب ولا خلق الله سبحانه وتعالى هتودو نآمن أبو وكل شيء دي إلا الدنيا هلا بقدرته بأمره وبتوجيهه وبقدرته لا صنعة إلا حق أمرنا أده يعني عقوه كمان لشهادة من التقبة كمان إنسان أدل أتهلم سليماي قبل من قبي أو كمان أدل أسلم هلا قبل من قبي، يعني سليماي قبل من قبي أولا الأمر ولا آمن ولا إيمان كمان تهاجينا دي تهاجينا دي أبو أورو بمخلوقات لنا يا رب العالمين من اندر يكا ومن سماوات ومن أرض كما لبيلنا وكال أيد من وحي لما طابو رب العالمين عن رسول صلى الله عليه وسلم قرآن ذكر أيوب عن طريق جبريل وحي عندما طال قرآن لشهر حيقنا لهيني ناي دليل ناي نذريتو ولهي دليل ناي عقلتو ولهي دليل ناي نقلتو ورانا عقلتو دي بمخلوقات نتبصر ورانا نقلتو منا وحي ومن القرآن للناس فحق آمرنا وحق بيلنا أدام الله حال كمان هيني إلا الأمر اللي آمرنا هو اللي علمنا اللي تعلمنا والإيمان بلا آمنا ديب عمل قلنا وعلو وكمان دعوة قلني دبو وبالتالي إبلساننا قلني بل وكمان بعمل، يعني لأنه الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، يعني الإيمان التلب لسابته ويقين لوديك أبو وبتكليف لآمنك وسليما أنا بيك أمرك قرب فواتك ومؤمن أنت إلا حقا بيك وحقا لوديك هذا لو حر عمل للطلب منك ولا علم قدمي هونتو العلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل لا يكونان صحيحان لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا ما بهل ولا وداي صحيح يقبيني يتقبلني بقبي يتنسأني لا كتاب ولا سنة ولا شريعة اللي بلتوله وفوقها قيقبها أورب نوسو أنا يعني أجدك الكب من دبيلة أربعة ركعتك لحمس ركعتك اللي ذي أحدا من قبل قلتو،
لازم ربي ربي لنا 4 ركعات الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم شرح لنا دي بس 4 ركعات، الظهر كم ركعات، الفجر كم ركعات، العصر كم ركعات، العشاء كم ركعات، الا الموقوفات محددات حين كم دي بشر كم دي بشر حت لهلا لان غني دبنا ودي ميراس ما من قبل رب الله بيقول انه ايش تسك زياده هبند لا ما هنا عن سيد من رب الله فرد يقلا قلنا با لبنان لشغل لنا هنا صحيح قال لك با، والعمل لنا هنا صحيح قال لك با، ومقبول قال لك با، وبقى بيو قايس قال لك با، ومقبول قال لك با، لازم موافقه ناي كتاب وناي سنه ناي شريعه كلها قلت هلا قلو بو لانه لا 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 الانسان لعمله كله يعني وفق شريعته قبل من قبي أشكالية مطو، والإنسان يعني من طبيعته بفطرته يعني لآمن كمس رب العالمين هلا و اللي هيني يعني قدام يعني التأيمان قل اختلف تندي يكون بفطرة أي واحد سأل كون قبادة من خلق كرب اللي بلاك، لكن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم آمن و تكاليفنا صلاتها ليتنا عبادتها ليتنا معاملاتها ليتنا قالها ليت بالك ومن قبي يمكن اللي يقبل الكاني مبلى من الملحدين ومبلى من الملحدين ومبلى رب لها الليلة يلبلو وإيمان لألبوم وشريعات ليفتو وضوابط ليفتو وقبي سنيت ليفتو مبليهم لبعيد إلا هقي الله خالفة ألبوني، لأنه الإنسان أصلا عندما تخلق رب دي بفطرة تخلقه وحر والدينه أو دي بيهودية ندو أو دي مجوس ندو أو دي بنصارى ندو، لكن عندما تولد دي بفطرة تولد قدرة الله التي فطر الناس عليها يعني سليم من أن تولد كعقولة بأثول ومجتمع تولى على دي بقى، عشان كده إحنا الحمد لله بعد مرات نبل لبيئت لنا هنا بيئتنا إسلام قبط، والإسلام هي يعني كل اللي دعي دي بخير ودي بإيمان ودي بأمر، واللي هنا أهميتنا التعليم وأهميتنا ناي وعي وأهميتنا ثقافة لا تحدينا، لأنه أورود قسم من قبي باق علماء دي بخلوات دي بمسجد دي بشريط دي بمطويات يعني نضيق أبو بسمعة من قبي بقدرة الألبو والتنسى من قبي ولا لا سمعية نتطبق يا دي بعر واحد وقال قل ولاد وقال والدين وقال حو وقال إسلام ما بيلا من قبي دي محابر دي بكان قصة إن أنت يا رب إلا بيلا النبي إلا بيلا علماء إلا بلا علو بيلا من قبي هتي ودام أبا من قبل أسمع ممكن ودابة ولا ذا قلت نافعه وقال لهم مجتمع نافع وقال له خير نافع ولا خير لأن تشرك إحنا مفاتحنا يا خير نقبي وبلا قبي إلا يعني إن شاء الله لا تعليم ولا خير ولا توجيه ولا نصيحة التأمت أنتشر ولا أمت ينحقه نصيحة أنتشر ديبا وتوجيه ولا أنتشر ديبا وحق ولا أنتشر ديبا وباطل قدام الباطل تولى حق حق البل لازم يعني كل ما يقبل له على الأقل موضوع اللي يعني قدام تحرك دي بحراك قبل يجيبه ظلم هلا دي بقى كان فلان ميت اللي ظلم منت له ظالم منت له ظلم من ده بقى كده بلا سنة دور تهاجي كان من قبل برضو لقدام الأمر، لكن كله تم بيلا من قبل أنا ما أتيني ولا هي ما أتي ولا هي مخصي ولا ده الأمر قبل من تهاجي بيلا من قبل كورو كان لحد يدك عبا كورو كان لا روح تفرها من قبل التامك المتحق لا كمان إيه مجتمع للدرر وإسلام للدرر ومؤمنين لتدرر ودينا لتضعف ومؤمن لتضعف وحق لتأبدا قبيته وروك حق عقل اجتهاده، لكن بكتاب وبسنة وبدينا لحق بينه من قبي اللي كمثال انت دبت عليه وانا دي بأي اكان دي بقى لهالينا لا انسان لحق بينه من قبي وانا كوي قابل لك الظلم هل يكون بينه من قبي كتاقة من قبي ما قابل اكل اللي بقول لي يسألني عشان كده ظلم هلا من قبل تم قلني بالألبو ظالم هلا من قبل فلان ظالم ظلمينا قلني بالبو قل إنش كادرنا من قبل إن شك نكتب محامين أسئل قادن أسئل عالمنا أسئل بعلقاتنا أسئل عابنا أسئل حوننا أسئل قوارينا أسئل دي بكيت مين منه واللي هيني واجبنا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كل سليم ما يملك كلي اللي هي الواجب لك هادو يعني لا تشريع لنا يو ولا تخصيصه ولا فتوى واللي قل علماته وقل أهل علم علم لبوم علمانا العبي وأهل علم دي بوم العقب لا فتوى ولا أمور العباي عباي قلهم خصصته، لكن أنت سليما أنت كي تبعي أنك لا ترياء وبعد أنك لا تسمع قدرك من قبي بديك توركيه إن شاء الله مثلا كي ترياء من قبل سنعت وانت هاجي كمان اسمع بالكم من قبي يا جماعه اتقوا الله للقبي لهلا ولا للبهل هلا
اللي مثلنا وينفعنا دي بديننا يكو دي بعاداتنا يكو دي بتقاليدنا يكو دي بعرفنا هنا يكو الا اشياء الا كل اللي تقبلت ولا تتبالى الليت هذا اللي تمثلها الليت ومبدير مثلا ناس انا اكيد من انت ادنا او الا بدير العلد وهذا الحداثه تمثلت اكيد لنا عبد الرحتك انت كان على اساس يعني لدينا الاسلام قلنا ولا مجتمعنا الاسلام قلنا ولا دنا احنا نقعد من احنا ودور نقيس بالعالمين أثر سنقرا لك نحدك وعمل صالح على ما نقلت نحنا لأنه العمل لا صالح ولا غير سنيت ولا صحة وأمت لا تنفع تاتبا قدام تقيس وتاتبا كلها تقعد تلقيسا كاين عشان كده وبإذن الله تعالى وجل بلي حنا إن شاء الله لا تنفع قل مسلمين وقل أمت وقل مجتمع قلني بلا بنا بلساننا من قبي وبدينا من قبل قدرنا من قبل بدينا يقدرنا وقلنا وركيا وقلنا شانككا وقلنا وحلا وقلنا تبعطا وقلنا وجها وقلنا هرسا وقلنا كرايا أو بلساننا واندت هاقينا قلنا أسمع وقلنا أبتحي قدرنا على الأقل أضعف الإيمان بلبنا ننكر كي ينشارك ديبا مالنا ينشارك ديبا وبلساننا ينشارك ديبا وقرنا ينقيز ديبا كان كي تلك مثلا عمل فلان مطقه الله والله اللي تبيله ولا من قبل كان أنا منكر بديبة أزيت بديبة ضرر بديبة دي بديننا ودي بأخلاقنا ودي بمجتمعنا ودي بأماتنا ودي بمدرنا لا كان اللي ينقيسة ما اللي فقرها اللي وبيله وقل صنعات الكيت إلا صنعات الله كمان يعني ما اللي نفقر التلان اللي ما اللي رب العالمين قل السالة كم نوت يوم القيامة و إلا لا كان لا الحين لا لا المسائل الأمر الأمر المعروف أنها عن المنكر لسرس مرتبة الأدام لما لكن بديه من قبي وبلسانه من قبي وبقلبه من قبي كم تقول النبي الكرات الحروف وكم على قبل شوية هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.